عواطف داوود، اخت الشهيد عاطف داوود. ايه اللي حصل؟ اخويا كان جاي من الدير شغال في الدير، جاي من الدير ياخد هدومه وياخد حاجاته وماشي. امبارح كان محضر شنطته وماشي مواعيده، بس في الشارع لقى هيصه، ببص لقى واحد صاحبه واقع، بعد شويه لقى واحد جارنا تاني واقع مسلم. في شارع ايه؟ في شارع حسن السيد احمد. هنا في هنا في احمد عيسو. بعد كده بص من البلكونه لقى اصحابه واقع، فنزل جري لسه بيشيل صاحبه المسلم، راح مدينه رصاصه في دماغه وراح واقع، عبال ما وصل المستشفى التاني. مين هم دول وشكلهم كانوا سنين؟ مسيره كانت ماشيه وكان فيها ناس من السنة. ربنا اللي يعلم دول مين ودول ايه. هو متجوز؟ لا، كان فاضي شهرين فرح. ربنا يعزيك يا رب. صلي واسكن نفسك.